محضر أعراس، مدرب للطبخ المحترف. اليوم رانا في ولاية ورقلة، إكزاكت في أوتيل طاسيلي، عندنا عرس الأخت ربي يحفظها. نحكو على مهنة الطبخ. مهنة الطبخ مهنة متوارثة. نقولك حنا الجواج لا بليبار خدموا لا ريستوراسيون، لا بليبار نخدموا طبخ. لا تلجأ للطباخ لأنه الطباخ عنده مميزات بزاف. أول حاجة نقول لك الاقتصادية، الحاجة الدوزيام لا كاليتي، النوعية. الطباخ في عطلة تجيب مرأة ولا تطبخ في دارك راح تكون يكون تبدير. أول حاجة ما تكونش لا كاليتي. ما درك احنا رانا مدخلين باغ اكزومبل، مدخلين اطباق جديده، مدخلين ديكورات جديده، كل عام دخلوا ديكورات واخر صياحات بيان سور. وكما قلت لك الطباخ راه يبدع، راه يعطيك حاجه مليحه. كما نقول لك الطباخ تجيبي طباخ في عرسك راه يهنيك من كل حاجه، ما تبقايش تجري ميراه تجري موراه تجري موراه. هذيك انا باغ اكزومبل نحكي مع عرس، اول حاجه نبعث لا ليست تاعي تاع القضيان، قائمة المشتريات مضبوطة. يعني إذا كان عندك 100 واحد نبعث لك 105 110، ما كانش سلعة تضيع وما كانش حاجة تنرمى وما كانش وما كانش وما كانش.